عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه لذيذه قوي، هي من الوصفات اللي شبه كده اللي بناكلها في المطاعم، فالوصفات دي بحسها بتبقى حلوه وبالذات في العزايم الناس بيحبوها. طيب عشان نعمل الوصفه بتاعتنا اللي هي لحمه بصوص الكريمه والليمون، عايزين نص كيلو لحمه ستيك، وعلى فكره ممكن تعملوها بالفراخ برضو بتطلع حلوه جدا، فعايزين تقريبا نص كيلو لحمه فيليه او ستيك زي ما تحبوا، واحد بصل شرايح، اتنين فص ثوم، واحد كوب مشروم طازه، اتنين كوب كريمه، واحد مكعب مرق، واحد معلقه صغيره ليمون بشر ليمون، اتنين معلقه كبيره بقدونس مفروم، واحد معلقه كبيره كيبر، واحد كوب بروكلي، رز ابيض وخضار سوتيه للتقديم. طيب اول حاجه عملناها ان انا حطيت تنتوفه زبده مع معلقه صغيره من الزيت على النار، وهناخد الستيك قطعوه بالتقطيعه اللي انتوا عايزينها، وهناخد اللحمه بتاعتنا ونحطها هنا بهذا الشكل. عندنا هنا بقى ده يعني البروكلي، يا بتجيبوا بروكلي مجمد لو ما هوش الموسم بتاعه، او بتجيبوه فريش وبس تخطيصه خفيفه قوي في ميه مغلية علشان ما يتهريش مننا. وعندنا هنا مكعب مرق، او يعني مرق مكعب متدوب في مية. وعندنا هنا كيبر اهو، وعندنا ليمون، حطوا ليمون زي ما انتوا عايزين حسب الكمية اللي انتوا عايزينها اهي. ودلوقتي هنبتدي بس نقلي شوية اللحمة بتاعتنا. زي ما قلنا ممكن تعملوها بالفراخ تطلع برضو لطيفة جدا. خلاص كده كده تمام. نبتدي بقى نحط لها البصل. والثوم. هنحط بقى دلوقتي المشروم. البروكلي يعني لان اللي عندنا ده حساه شويه دايب، هو فروزن، فهحطه بعد ما اطفي النار. زي ما اتفقنا الليمون زي ما انتوا عايزين، يعني احنا كاتبين معلقتين كبار ليمون، بس في الاخر تقدروا تحطوا الكمية اللي انتوا بتحبوها. هنحط بقى دلوقتي مكعب المرق اللي عندنا. هحط شوية مية. شوية مية كده بس ندوب فيها مكعب المرق، و عشان ما تبقاش كمان كلها يعني كريمة، يعني نص كوباية تقريبا. وهنحط، مش هحط ملح، ممكن احط شوية فلفل بس مش هحط ملح لان مكعب المرق كفاية الملح اللي فيه. هناخد بقى دلوقتي الكريمة اللي عندنا، لو حسيتوا ان الكريمة ما هيش سميكة كفاية بتقدروا تحطوا شوية دقيق، لو حاسينها كويسة خلاص حطوا بس الكريمة. ها
هنحط بقى دلوقتي الليمون اللي عندنا، ونحط بشر الليمون، وهخليه بقى على النار يغلي كده غلوتين تلاتة. هنطلع احنا في هذه الاثناء لفاصل ونرجع بعد الفاصل. احنا فضلنا لسه البروكلي والكيبر والبقدونس، فهنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا اللحمه بتاعتنا تقريبا جهزت خلاص. هناخد بقى دلوقتي الحاجات اللي بتتحط في الاخر خالص، اللي هي زي ما قلنا هنطفي النار وبعدين نحطها، علشان عندي هنا البروكلي شبه مهري قوي، فهنحطه يعني شايفين اخر حاجه خالص علشان ما يتهريش بزياده. فكده اخر حاجة قبل الغرف نحط البروكليات بتاعتنا الصغننة اللذيذة دي. وهنحط كمان الكيبر، انتوا عارفين هحطه وهنخليه كده في الطاسة، وبعدين نبقى ايه بقول نقدمه بعدين علشان ما هحط شوية برش ليمون. لا حطينا قصدي كيبر، سوري كيبر. هسيب شوية كده يبانوا من على الوش مع شوية من برش الليمون، شوية بقدونس كده. الصوص بتاعتنا مع اللحمة كله جاهز خلاص. عايز بالريحة تجنن يا جماعة، حلوة قوي. خلاص هسيبها بس كده شوية لغاية ما نيجي نقدمها علشان خاطر ما تبردش. خليها بقى كده. دلوقتي هنعمل كيكة السميد بتاعتنا، طعمها بيطلع لذيذ قوي ومختلف. الكيكة بتاعتنا، لا مش هي اللي بتبقبق، افتكرت الصوص لسه متولع عليها اللحمة. كيكة السميد وجوز الهند بتاعت طعمها بيطلع لطيف قوي 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 ومختلف، وفيها شربات كده وتطلع طرية وطعمها حلو. علشان نعملها عايزين كوباية زيت، كوباية سكر، 4 بيض فانيلا، 2 كوب سميد، 2 معلقة كبيرة بشر برتقال، 2 كوب حليب بودرة، 4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 2 قشطة، 2 كوب جوز هند، 1/4 كوباية عصير برتقال. الشربات عبارة عن كوباية سكر، نص كوباية مية، معلقة صغيرة ليمون، وعندنا جوز هند بقى، ورد مجفف، وبرتقال للوجه، وكريمة مخفوقة. طيب أول حاجة هنعملها هناخد البيض اللي عندنا هنحطه كده هنا مع السكر مع الفانيلا، وهنخفق الكلام ده لغاية ما الخليط عندنا كده يفتح ويبقى كريمي. شايفين الخليط بقى عامل ازاي؟ شايفين بقى اتخن ولونه فاتح. دلوقتي هنحط الزيت اللي عندنا وهنخفق برضو شوية. هناخد بقى دلوقتي لازم نجيب بولة اكبر شوية، هنحط فيها السميد، الحليب البودرة، جوز الهند، 4 معالق صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلب الكلام ده كله.
دلوقتي قبل ما نضيف الحاجات دي، بس هنا للخليط بتاعنا هنحط القشطة. عندنا هنا القشطة العلب بتاعتنا هنستعملها في الوصفة دي، بتديها كده رطوبة لذيذة. نحط بقى الخليط بتاعنا، وعندنا عصير البرتقال آخر حاجة، وبشر البرتقال. نحط بشر، البشر كده نحط الكمية اللي عندنا، وآدي العصير آخر حاجة. كده الخليط بتاعنا جاهز زي ما انتوا شايفين اهو، جاهز للخبز. هنحطه بقى في صينية اهو، شايفين هنحطه في صينية وادخله الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد تقريبا ساعة. طبعا الشربات بيتعمل عادي جدا، اللي هو نص كوباية مية على كوباية سكر، وهنحطهم على النار لغاية ما يبتدي يغلي. هنروح حاطين عليه معلقة صغيرة من الليمون وهو سخن، يا إما الشربات بارد والكيكة سخنة نسقيها، أو الكيكة باردة والشربات سخن علشان نسقي الكيكة بتاعتنا. خلينا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل أوريكم الكيكة بتاعتنا لما بتتخبز بيبقى شكلها عامل إزاي، ونشربها بالشربات مع بعض. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا عملنا الشربات على النار اهو زي ما انتم شايفين بيغلي، خلاص هنشيله ونطفي النار ونروح بقى عند الكيكة العظيمة بتاعتنا اهي. هنبتدي نخرمها كده اهو، ونجيب الشربات ونحط عليها من الشربات وهو سخن، لان الكيكه بارده، الكيكه عندنا بارده. كويس علشان تشرب كلها الشربات. طبعا الشربات ما بيتشربش كويس زي لو عصير مثلا او كده، دول بيتشربوا اسرع لان القوام بتاع الشربات لزج فما بيتشربش بسهولة. كوباية سكر على نص كوباية مية، لازم بقى نسيبها شوية كده لما تهدى وتشرب كل الشربات اللي احنا حطيناه. مش هتاخد وقت، طبعا بتطرى جدا بعد ما بيتحط لها الشربات، شايفين بتطرى خالص، القوام بيختلف تماما. عندنا بقى هنا نجيب الطبق بتاعنا، جلوفز
عندنا هنا ممكن نزينها بفستق، وعندنا جوز الهند. هاخد جوز الهند. يعني انتوا في الاخر عايزين تحطوا كريمه حطوا زي ما انتوا عايزين، حطوا اللي انتوا عايزينه عليها. لعلمكم انا اغلب التزيينات اللي بزينها معاكم للكيك ببقى عاملاها معاكم، يعني ببقى مش عارفه هعملها ازاي وانا بشتغل بعملها، بس ببقى طالبه مثلا كريمه بس مش عارفه احطها ازاي، ببقى طالبه فاكهه مش عارفه برضو كده يعني. طيب هناخد دي كده ونبتدي نحط. عندنا هنا شرائح البرتقال، خلينا الاول نحط جوز الهند اللي عندنا. ريحتها بتجنن، ريحتها تحفه بجد، حلوه قوي الريحه. اي نوع بقى عايزين تحطوه، مكسرات، اي حاجه بتقدروا تحطوها. انا في كده فستق، فممكن ناخد شويه فستق نحطهم كده على الاطراف. وكمان دول كده. وممكن ناخد بقى البرتقال ده كده، انصاف برتقال نحطهم داير ما يدور عشان يبقى يعني معروف ان دي كيكة برتقال. وزي ما قلنا التزيين حسب الذوق. كده خلصنا تزيين الكيكة بتاعتنا في السريع باللي موجود عندنا اهي. ممكن لو تحبوا مش عارفة نحط شوية ورد متهيألي، ولا ممكن يعمل زحمة؟ لا هيعمل زحمة. خلاص هي كده بسيطة وطعمها بيطلع ان شاء الله لطيف. ممكن نحط بس، ولا هحط حاجة، خلاص هسيبها كده زي ما هي. خلاص كده احنا زينا الكيكة بتاعت السميد بتاعتنا اللي بجوز الهند. خلينا دلوقتي بقى نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا خلصنا من كيكة البرتقال بتاعتنا، كيكة السميد وجوز الهند. هنعمل دلوقتي اخر وصفة معانا النهاردة، وهي وصفة متكاملة، هي سلطة الذرة والدجاج المشوي. الوصفة دي عشان نعملها عايزين 2 صدور دجاج مشوية، وهقول لكم ازاي بنشويها بتبلها بايه. عايزين 1 كوباية ذرة، 1 كوب فاصوليا حمراء، 1 كوب زيتون، 4 كوبايات خس، 2 كوب تشيري توميتو، 2 افوكادو او ممكن واحدة. صلصة السلطة عبارة عن 2 فص ثوم، نص كوباية زبادي، 2 معلقة كبيرة مايونيز، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، نص كوب كزبره خضراء، 2 معلقه كبيره ليمون وملح. طيب دلوقتي السلطه مكوناتها زي ما انتم شايفين، يعني انتوا تقدروا تغيروا فيها زي ما انتوا عايزين، بس هي شويه على مكسيكي. فهناخد الخس اللي عندنا، نجيب الكاتنج بورد ونقطع. هنقطع الخس بتاعنا كده متوسط الحجم،
تقدروا تخلطوا كل المكونات مع بعضها وتقدروا تحطوها طبقات كده فوق بعض زي ما انتوا حابين. ممكن نحط شوية كمان. في حتت في الخس لا تصلح، خلينا نشيلها بس كده. تمام، هناخد بقى دلوقتي زي ما قلت لكم، عايزين تحطوهم على بعض حطوهم، عايزين تحطوهم بالطريقه اللي انتوا عايزينها حطوها. هناخد بقى دلوقتي الفاصوليا الحمراء، ممكن على فكره تحطوها كده، يعني ممكن نحط الفاصوليا الحمراء كده هنا في الجنب. صحيح، ممكن نعمل كده، ممكن نحط دي كده. وزي ما قلنا عايزين تخلطوهم على بعض كلهم بتقدروا، ونحط الزيتون هنا. ونحط التشيري توميتو هنا. الفراخ بقى، الفراخ اللي عندنا هي بس محطوط لها شوية زيت زيتون وملح وفلفل وليمون ورشة بابريكا فقط لا غير. هناخد بقى الفراخ اللي عندنا المشوية وهنحطها كده هنا. بهذا الشكل. وممكن نجيب الأفوكادو بتاعتنا. الدريسنج انا بقيت صراحة بحب دايما اعمل الدريسنج في طبق جانبي في بولة يعني، واللي عايز يحط زي ما هو عايز من البولة. اولا بتفضل السلطة ما بتتبلش، وثانيا بتبقى كل واحد حابب ياخد الكمية اللي هو عايزها من الدريسنج بتاع السلطة. نعمل بقى الدريسنج كده في السريع. الدريسنج عندنا هنا مايونيز، شوفوا هي مش كاملة مايونيز، محطوط معاها زبادي فبتبقى أخف شوية مثلا من الدريسنج بتاع السيزر وكده، لأن مثلا دريسنج السيزر كله مايونيز. هنا ده وده، حاطين هنا مايونيز وزبادي، هنحط معاهم ليمون، ثوم. اللي بيميز بقى طعمها دي الكزبرة الخضراء. نحط شوية ملح، وناخد الكزبرة الخضراء اللي عندنا هي اللي بتديها طعم مختلف للدريسنج.
كده تمام، وبنقدمها بقى على جنب. خلينا دلوقتي بس نقدم اللحمة بتاعتنا اللي عملناها هنا، حطيناها هنا خليناها للآخر علشان الصوص ما ينشفش في الطبق. نحطها دلوقتي، بسم الله. على قد ما هي بسيطة يعني ما فيهاش شغل كتير، انا سبت شوية كيبر كده عشان بحب يبان من على الوش، فسبت كده كام واحدة للوش. ممكن كمان شوية من برش الليمون وخلاص. نحط دي كده هنا، طيب هناخد بس دلوقتي نجيب بولة نحط فيها الدريسنج بتاع السلطة بتاعتنا. ونخلي الدريسنج بقى جنب السلطة، اللي عايز بيحط منه. هي فين السلطة اهي؟ وكده نبقى وصلنا معاكم لآخر حلقتنا للنهاردة، عملنا لكم فيها وصفات بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا معاكم السلطة اللي بالفراخ وبالذرة وبالفاصوليا الحمراء، الدريسنج بتاعها مميز قوي لانه فيه كزبرة خضراء وزبادي ومايونيز وتوم. عملنا كمان معاكم كيكة الجوز الهند والبرتقال، برضو طعمها لذيذ كده وطرية، والشربات بيخليها كده تبقى طرية وجوسي كده، بتبقى طعمها حلو قوي. اللحمة بتاعتنا اللي عملناها بصوص الليمون طعمها خطير الصراحة، بالليمون وفيها بشر ليمون، بشر ليمون وفيها كيبر وفيها بصل وفيها توم وفيها كريمة وفيها مكعب مرق. قدمناها مع الخضار السوتيه ومع الرز. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية على الفيسبوك، واللي مش عامل لايك للبيج يعمل علشان توصلوا الوصفات أول بأول. بتمنى تكون الوصفات بتاعتنا النهاردة عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.